جايه فيها استقرار، وطبعا في راجل يستحق التحيه والتقدير بعد مجلس اداره نادي الزمالك طبعا ومجهودكم الرائع بقياده الكابتن حسين لبيب اللي بيشتغل في هدوء واتزان وحاجه تفرح كابتن حسين بصراحه، يعني واحد من الشخصيات المحترمه. لكن لازم نشيد بالاستاذ ممدوح عباس الراجل المحب المخلص لنادي الزمالك اللي دايما بيكون ليه دور كبير جدا في كل ما هو يتعلق بنادي الزمالك. استاذ ممدوح عباس راجل محب النادي الزمالك، عاشرناه على مدار انا عندي 19 سنه، خدنا بطوله الجمهوريه مع الكابتن حسن شحاته، لقينا فوجئت ان في بيقول لنا تعالوا في رجل اعمال ده يكرمكم على بطوله الجمهوريه، كنا في بيت ايمن احمد رمزي وصلاح الطيب وعلاء فوزي، فرقه خدت بطوله الجمهوريه عن الاهلي والمعيد وكل دوت. افتكرت بعد سنين طويله، لقيت افتكرت ما شفت استاذ ممدوح عباس، عرفت الراجل وانا عندي 19 سنه، كان عندي 19 سنه في نادي الزمالك، ان الراجل ده كان بيكرم الفريق، فراجل زملكاوي اصيل محب نادي الزمالك ويعشق نادي الزمالك كتير جدا، واحنا شفنا الملحمه اللي فاضت نادي العبد واستاذ عمرو، ناس كتير جدا بتحاول تكون حوالين نادي الزمالك، في اسماء والله العظيم مش عايز اقول لك اسماء فلان كبيره جدا معانا من يوم ما ابتدينا مجلس الاداره ظاهرين ويرفضوا اسم ظهورهم او حد يعرف عنهم حاجه، لكن هم ناس محبه نادي الزمالك عشان هم بس عارفين الاسماء المتداوله في الفتره اللي فاتت، لكن بامانه جدا ممكن لو في يوم من الايام تسمح الظروف نذكر هذه الاسماء بموافقه شخصيه منهم، هيكون فعلا دي اقل حاجه نقدر نقولها يعني. طيب النهارده كان في توضيح من الاستاذ ايمن ممدوح عباس ان هو يعني مش هيكون متواجد في شركه الكوره في نادي الزمالك زي ما تردد. موضوع شركه الكوره احنا لسه مجلس الاداره في ملفات كتيرها مجلس الاداره، وفي الاستاذ هاني ترسي مكلف بانشاء شركه الكوره وشركات اقتصاديه ثانيه لنادي الزمالك. فده طبعا استاذ ايمن ممدوح عباس كان لسه مستقبل فريق كوره في مستشفى الناس، وابن الراجل الزملكاوي استاذ ممدوح عباس، وناس محبه لنادي الزمالك، الناس دي لا تسعى للامانه لاي منصب قد ما يكون وضع نادي الزمالك وضع طبيعي. هل هو اعتذر ولا اصلا لم يتم عرض الموضوع على الاستاذ ايمن؟ بقول لحضرتك الشركه طبعا استاذ ايمن من الناس القريبين من مجلس الاداره ومن حوالين نادي الزمالك، لكن حتى لحد اللحظه كل ما يرتد حوالين الشركه يعني من اسماء ده لم يتداول في مجلس الاداره. تمام. لكن بس كلها اسماء محترمه بصراحه يعني. طبعا يعني اسماء محترمه، الاستاذ هاني بيرزي شخصيه جميله ومحترمه وحاجه رائعه، والاستاذ ايمن ممدوح عباس يعني حاجه كلهم بيحبوا نادي الزمالك، ودي اهم حاجه في الموضوع. كل الاسماء دي موجوده حوالينا الامانه، لكن الاستاذ هاني بيرزي هو مكلف مجلس اداره رسميا بانشاء الشركات الاقتصاديه لنادي الزمالك الفتره القادمه باذن الله. طيب ماذا عن اعتذار نادي الزمالك من المشاركه في كاس رابطه؟ الامانه طبعا هنتمنى نشارك في كل مسابقات اتحاد الكره المصري اللي احنا كلنا تحت الرايه بتاعته، اللي هو بيدير الدوري المصري والرابطه وكل دوت بيدور المسابقات المصريه، لكن احنا الحمد لله من يوم ما تولى مجلس اداره الزمالك برئاسه لبيب لقينا تكاتف وتهاتف كبير جدا من الفرق والدول العربيه بتواجد نادي الزمالك في الفتره ال 55 يوم بتوع توقف الدوري بطوله افريقيا الامم الافريقيه وبطوله كاس اسيا. فجمع اكثر من عضو كنا سعداء ان احنا يكون نادي الزمالك متواجد بنسبه كبيره جدا خلال معسكرين هيقاموا من يوم 18 حتى 29 في مدينه ابو ظبي ومدينه دبي. مدينه ابو ظبي هتستضيفنا نادي الوحده الاماراتي، وهنلعب مباراه الافتتاح مع نادي الوحده الاماراتي، وهيجي بعديها مباراه ان شاء الله الدفاع السعودي مع ام صلال القطري، والاثنين فايزين يلعبوا بعض والمعزومين يلعبوا بعض، وننتقل يوم 24 على مدينه دبي لبطوله التحدي في دبي اثناء فتره تنشيط السياحه في دبي، هنلعب مباراه افتتاحيه يوم 26 مع رجاء البيضاء المغربي، ومباراه ثانيه عفوا بين الاهلي السعودي ورويال البطل الصين، وفي الاخر الفريقين يلعبوا بعض ثاني يوم 28. فاللي عايز اقول لحضرتك استاذ ايمن على هذا المعسكر من الفرق من الثمانيه المسؤولين دولت النادي الوحيد اللي حرص ان هو يكون موجود في الصداره، وشفنا ان انا موجود في دورتين، وشفنا ما اعرفش على السوشيال ميديا الصور اللي بتتصدر شيكابالا هو متصدر عن نجوم العالم في الفرق
السعوديه والمغربيه والاماراتيه حاطين صوره شيكابالا نجم نادي الزمالك وقت نادي الزمالك في الصداره عنهم كلهم. نادي الزمالك بنسبه كبيره هو الوحيد المتفادي مبالغ ماليه، وده لم تحدث فتره كبيره بفضل مجلس الاداره ومجهوداتهم ان احنا نحصل في الدورتين على مبلغ محترم يليق باسم نادي الزمالك لتواجدنا في ماتشات مهمه الى جانب الاستضافه والطيران والاقامه. فكنا حريصين على هذه البطوله، لكن بعد كده بعد هذه الاتفاقيات وتوقيع من مجلس الاداره جالنا اختار من رابطه الانديه في البطوله اللي رابطه الانديه تقام من يوم 7. فدرسنا الامور كتير جدا، انت عارف احنا عندنا اصابات وعندنا في ناس مسافره مع منتخب الاولمبي واتخذ اكثر من 5 أو 6 في الاسماء الاولانيه ودي ما كانتش موجوده في نادي الزمالك في القائمه المبدئيه. لكن درست مجلس الاداره الموضوع وكان في جلسه خاصه مع مجلس الاداره واتكلمنا واتناقشنا، لقينا ان احنا نعتذر عن كاس الرابطه لان طبعا هنلعب 4 مباريات جامدين جدا والفريق واخد يعني سبب الاعتذار عن كاس الرابطه هو معسكر نادي الزمالك.